تساهم المرافق السياحية في النمو الاقتصادي السياحي، ولكن هنالك من يقوم بالعبث بهذه المرافق وتخريبها، فما رأي مرتادي إطلالة حمرير حول هذا الأمر؟ هذا يعتبر احنا ارث حالنا وحال اولادنا نورثه ان شاء الله يعني، فلا بد من محافظه. انا نصيحتي للجميع، لانه هذا مرفق عام، والمرفق العام يعني ملك عام، ملك للجميع، لمواطن، لسائح، لزوار هذه المحافظه الجميله، بناس باهلها، بمناخها، بالاشياء الجميله الموجوده فيها. لانه نفس ما انت جيت فبيجي غيرك، وفي السياح يجوا من برا، ف يعني المرفق لما يكون مرتب ونظيف بشكل جدا جميل، هذا بيعطي يعني فكره جميله للسائح لما يجي، فهذا يساهم ايضا في اقتصاد الدوله. نصيحتي طبعا للاشخاص اللي يرموا القاذورات وهذه الاشياء، انهم في اماكن مخصصه كل مكان، الحمد لله حكومتنا الرشيده ما مقصره، وبلديه ظفار كذلك ما مقصره، وواضعين يعني اماكن مخصصه للزباله ويرموها فيهن. لا هذا فعلا يعني للاسف يعني انا اعتبره فدمر المكان، دمر جمال وجماليات المكان صراحة. يعني غلط كبير أنك أنت تقوم ترسم على الجدران، تقوم تكتب كلمات أو من القبيل هذا، أنت تدمر جمال المكان هذا، فهذا غلطة كبيرة فعلا يعني. هذا وزارة السياحة قائمة عليها بموسم، ونبي نترك بلادنا يكون مظهر، لأن يعني أحد ما يزورنا من الكويت ومن قطر ومن السعودية، الحمد لله صبحت عمان في رخاء، الله يطول عمر السلطان هيثم ويرحم روح السلطان قابوس، الحمد لله بدل ما يصيروا برا خلوا أولادهم، الحمد لله رب العالمين، هم يقيموا بالواجب المواطنين المفروض. هذه هدية مقدمة من هوانا أكوا بارك، الحديقة المائية.